كابتن العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن عمري اولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ احمد، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. معايا كابتن احمد ابو مسلم وكابتن احمد صديق نجمي النادي الاهلي، مشرفيني على الهواء. اهلا اهلا وسهلا بنجوم النادي الاهلي ونجوم مصر، اهلا وسهلا يا فندم. عايزين نطمئن على اجواء المباراه، اللعيبه، الاستعدادات، الترتيبات، يعني عايزين مشاهدينا الكرام في كل مكان يطمئنوا على البعثه وعلى المباراه وعلى الاستعدادات لمباراه الغد الحاسمه. والله والحمد لله نعمه من عند ربنا، البعثه بتاخير طبعا، البعثه برئاسه الكابتن محمود الخطيب، موجود معها مرافق الحقيقه عدد من اعضاء مجلس الاداره، انا ومعايا خالد مرتجي والدكتور محمد شوقي والاستاذ طارق قنديل والنائب محمد الجرحي موجودين. احنا هنا من يوم 25 الحمد لله موفرين داخل الاقامه في الفندق كل تركيز للعيبه، لعيبه مفصوله كامل فصل كامل عن اداره المشهد اللي موجود الحقيقه مع الاتحاد الافريقي، ان الحقيقه في علامات استفهام كثيره جدا 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 الحقيقه مع الاتحاد الافريقي في اكثر من ملف واكثر من 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 موضوع من اول ما جينا الحقيقه في اكثر من حاجه، انما احنا الحمد لله ناجحين ان احنا نفصل لعيبتنا تماما وجهازنا الفني تماما عن كل ما يدار داخل غرف المغلقه لمجلس اداره النادي الاهلي اللي يكاد يكون منعقد بشكل دائم، موجود الحقيقه في كازابلانكا لمتابعه كل لحظه وكل نقطه وايه اللي بيتم التعامل معاه وايه اللي بيتم تنسيقه الحقيقه في العديد من النقاط الغير مفهومه الحقيقه. زي ايه؟ بالنسبه زي ايه؟ يعني من بدايه الحقيقه بعد ما جينا تم الاتفاق من خلال طبعا السفاره المصريه ومن خلال معالي السفير الحقيقه اللي بيبذل مجهود كبير جدا الحقيقه الراجل هو وكل الحقيقه المجموعه اللي معاه. تم التنسيق على ان النادي الاهلي هيحصل على تذاكر المباراه بشكل مميز بشكل 10,000 تذكره هياخدهم الحقيقه لحد اللحظه دي. التذاكر الحقيقه اللي بتيجي للنادي الاهلي عدد محدود جدا، 300 تذكره في 200 تذكره في 500 تذكره لا يتعدوا 2000 تذكره، ويحددوا اماكن الحقيقه هيتم البيع ويتم التنسيق معانا الحقيقه مين المندوب اللي هيبقى موجود من النادي الاهلي ونوفر مندوب ويعلن عن مكان ونعلن لجماهيرنا. احنا عندنا هنا كمان جاليه كبيره جدا، احنا الجاليه المصريه هنا حوالي 11,000، احنا الارقام دي واخدينها حقيقه من السفاره المصريه، وبالتالي احنا عندنا فرصه ان جماهير مصر كلها وجماهير النادي الاهلي اللي موجوده في المغرب انها تحضر المباراه. انما واضح جدا ان الكلام ده مش على هوا الاتحاد الافريقي ان يكون النادي الاهلي ممثل بجماهيره بالشكل الكبير وبالشكل المظبوط. فاحنا لحد اللحظه اللي احنا فيها هنا اهو امامنا قبل المباراه 24 ساعه وبيتم التلاعب كل شويه بموضوع وكل شويه بكلمه وكل شويه بده، واحنا خدتوا كام تذكره لحد دلوقتي؟ مستغربين. 2000 تذكره، 2000 تذكره اللي موجودين لحد اللحظه دي، ده خلاف حاجات ثانيه كتيره الحقيقه. نفس القصه بنرات النادي الاهلي اللي تم الاتفاق على انها تتحط وتتعلق في الاماكن اللي مخصصه للنادي الاهلي في الاستاد، لحد اللحظه دي الناس بترفض مره يقول لك ايه لازم نراجعها عشان ما تبقاش فيها اشتعال، وهي معموله بنفس الخامات. احنا فاهمين كويس احنا بنعمل ايه كمجلس اداره النادي الاهلي، معموله بنفس الخامات اللي موجوده اللي بتعمل بيها الاتحاد الافريقي البنرات بتاعته اللي هي ما بتشتعلش، وفاهمين ده يتم مراجعتها من خلال الحمايه المدنيه، وبعدين يقول لك ايه طب بكره هنسمح لكم تعلقوها، لا مش بكره، لا حصل تعديل لحد اللحظه اللي النهارده موجودين. كنا في الاجتماع الفني الصبح واكدنا على ده، وتاكد لنا من مندوب الاتحاد الافريقي اللي كانوا حاضرين، كان في اجتماع النهارده، اجتماع مهم جدا بالنسبه لنا، اتحطت فيه كل النقاط، كان حضره الحقيقه المهندس خالد مرتجي والكابتن حسام غالي وممثل فريق الكوره وكل الكلام ده، تم التنسيق على الكلام ده كله، وبعد ما بنخرج الكلام ده ما بيتنفس لحد اللحظه دي يقول لك بكره هنسمح لكم. بكره ازاي؟ ده انا عندي مباراه بكره. مين اللي هيبقى مسؤول عن دخول الكلام ده بكره؟ ازاي انا هعمل بنرات وعلق بنرات النادي بتاعي سوري مع احترامي وقت الدخول، واجراءات صعبه جدا بالنسبه لهم اكيد. في تخوف كمان مننا الحقيقه، واحنا اتكلمنا الحقيقه مع معالي السفير المصري، في تخوف كبير جدا من الحقيقه طريقه دخول الجمهور الاهلي الحقيقه للمباراه، والتنسيق على الكلام ده كله، وقلنا له ووجهناه وقلنا له احنا قلقانين قلقانين ان يتم الحقيقه التعامل مع الجمهور وهو داخل بشكل ممكن مش لطيف او بشكل مش مظبوط، قلقانين كمان الحقيقه من المكان المخصص للنادي الاهلي انه يحصل دخول من الجماهير الطرف الاخر، رغم كل الكلام ده اتاكد عليه النهارده في الاجتماع واتكتب في محاضر رسميه، والنادي الاهلي دافع عن حقوقه كامله، الكلام كان واضح والكلام ده فيه مسؤوليات كبيره،
وطبعا ارجو ان الناس تبقى متفاهمه في الاتحاد الافريقي ان النادي الاهلي المفروض نادي كبير واسم كبير ومؤسسه كبيره وبطل افريقيا، والمفروض يعني احنا شايفين امبارح مباراه ليفربول ومباراه ريال مدريد، ريال مدريد بنشوف الناس بتتعامل ازاي. اول حاجه مقامه في دوله محايده للفرقتين، في الملعب معمول بالنص، النص اللي واخده ريال مدريد نص واخده ليفربول. مش معقوله انا النهارده، خد بال حضرتك انا من اول لحظه اتقال كده هنديكوا 10,000 تذكره وهم هياخدوا 10,000 تذكره. تمام، طيب وبقيه الاستاد هتتعامل معاه ازاي؟ قال لك هطرحه للعامه. قال له يعني ايه هطرحه للعامه؟ ما انت لما تطرحه للعامه دي، ما العامه ده جمهور المغربي صحيح، انت هتطرحه يبقى انت كده ما بتديش نص الاستاد. تمام، قال لك لا انا هطرحه للعامه على السيستم بتاعهم اللي هو بتاع حجز التذاكر، وراح قافل السيستم بتاعه على الجمهور المغربي. الله، يعني ده معناه ان انت بتقول لك يعني ما تقدرش من مصر لو حد عايز يجي ما يقدرش يخش يحجز تذكره على السيستم. وبالتالي ده كلام كمان مرفوض، لازم الاتحاد الافريقي يبقى مستوعب ان هو برضه بيخاطب الناس والناس دي فاهمه هو بيعمل ايه. ما ينفعش تبقى الامور تدار بهذا الشكل. على الرغم من كل ده احنا فاصلين، عشان بس يبقى كلام واضح، احنا فاصلين فرقتنا كامل عن كل الاحداث بالكامل. فرقتنا ملهاش علاقه خالص بالكلام ده. فرقتنا مركزه تركيز عالي جدا الحقيقه في الملعب، وفي الحقيقه التدريبات كلها بشكل متميز جدا، واللعيبه مركزه وعارفه كويس قوي ان جمهورها وراها، حاجه جمهور الاهلي كمان اللي موجود هنا اللي على طول موجود معانا، سواء بيبقى موجود امام التدريبات قاعد بيشجع. النهارده احنا لسه راجعين من التدريب المفروض النهائي بتاعنا، جمهور كبير واقف للنادي الاهلي مستقبل فرقته، بيغني من بره الاستاد، بيغني بيقول الكلام ده. لازم الناس تستوعب ان ده احتفاليه، دي احتفاليه نهائي وليس سينما احترامي ان انت بتعمل وتحط ضغوط بتمارس على النادي الاهلي بهذا الشكل لمجرد انه بيطلب حقوقه. ده كلام برضه بالنسبه لنا احنا كلام مرفوض. احنا بنطلب حقوقنا في الرياضه، والرياضه دي اساسا فير بلاي. وعلى الرغم من ده احنا مكملين. حضراتكم مش شايفين ده طبعا موجودين. احنا اخترنا معالي السفير المصري النهارده، الكلام ده كان من ساعه الحقيقه، كان في اتصال ما بين الكابتن محمود الخطيب وما بينه، واتنقل له تخوف مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه من اللي شفناه النهارده. انا اقول لك على حاجه غريبه جدا، احنا لسه راجعين حالا من التدريب، المندوب بتاع الاتحاد الافريقي مقابلنا في الـ في الـ في الـ في ملعب التدريب، بيقول لك انا ما اقدرش اضمن لك ان الجمهور ما يخشش عليك. ازاي يعني؟ والكلام ده موجود في محاضر رسميه وفي كلام متحدد، واحنا اخترنا السفاره المصريه بهذا الكلام علشان لازم يعني الملف ده محطوط تحت العين. احنا بنكن كل احترام لدوله المغرب الشقيقه، بنكن كل احترام لنادي الوداد ونادي الرجاء، الانديه المغربيه اللي موجوده علاقتنا بيهم طيبه جدا، ما عندناش اي مشكله معاهم، ولا عندنا مشكله مع 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 دوله المغرب، ولا مع استضافه الناس. الحقيقه الناس مامنه بس النادي الاهلي على اعلى مستوى من اول ما جينا الحقيقه لحد هنا، عشان برضه نبقى فير ونقول الكلام ده كله بوضوح. احنا كل موقفنا مع الاتحاد الافريقي اللي بينظم حاجه زي كده، وواضح جدا ان في مشكله عنده في عمليات التنظيم، ان الموضوع ما هوش فير واضح خالص. او حتى كمان الحقيقه اي مسؤول يبقى موجود الحقيقه بيمثل الاتحاد الافريقي وموجود. ما ينفعش، لازم انت راجل واضح كلمتك واضحه، ما ينفعش تحضر اجتماعات يقول لك ايه احنا هنسلم التذاكر في مكان هم حددوه اسمه وزيز موجود عندهم، ويبقى مندوب النادي الاهلي موجود ومندوب السفاره المصريه موجود، نعلن ده للجماهير النادي الاهلي، واخد بال حضرتك، ونبعت الناس بتاعتنا يقول لك لا خلاص ستوب، لا الكلام ده مش هينفع، احنا هنقفل الكلام ده هنا وهنفتح مكان ثاني في ظهر اقامه بعثه النادي الاهلي. عامر بيه شايفين في تعنت قدام النادي الاهلي؟ طبعا تعنت واضح، تعنت واضح بشكل غريب، بشكل غير مفهوم، غير مقبول، بشكل فيه استغراب كمان، كان النادي الاهلي لا يمثل القاره الافريقيه، وده حاجه غريبه جدا غير مفهومه في الرياضه. الكابتن احمد صديق عايز يكلم حضرتك، اتفضل يا كابتن احمد. اتفضل. مهندس ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن، ازيك يا كابتن؟ بص احنا عارفين كم الصعوبات اللي انت موجودين فيها من قبل السفر. معلش استاذنك تعلي الصوت بس عشان الصوت واطي قوي. اتفضل علي الصوت. احنا عارفين كم الصعوبات اللي انت موجودين فيها، وان الفرقه موجوده فيها يا باشمهندس عمرو، وعارفين ان الموضوع ما فيهوش فير بلاي خالص. يعني بيقول لحضرتك هو اتفضل. طبعا بص يعني انا بس باكد لجمهور النادي الاهلي على حاجه مهمه جدا، لعيبه النادي الاهلي رجاله، ولعيبه النادي الاهلي مركزه تركيز كويس قوي، واحنا ناجحين ان احنا نفصلهم عن كل اللي انا بقوله ده، وعشان كده يمكن احنا ما عملناش مداخلات الا النهارده، او ما بنعملش مداخلات الا النهارده. احنا ناجحين نفصل الكلام ده كله بالكامل، ولعبتنا مركزه بالفعل، ده موضوع. وان انت بتدير حقائق بوضع ثابت بشكل معين،
طبعا طبعا ازاي يعني؟ هل بتثبتوا يعني الكلام ده في محاضر رسميه؟ انا ابقى موجود ازاي انا ابقى موجود والناس بتشكر ويقول لك ايه اصله يعني ما انت ما فيش جمهور هنا، انت ايه علاقتك في جمهور ولا ما فيش جمهور؟ انا عرضت ان انا اشتري التذاكر بتاعتي، انا عرضت اشتري الحصه بتاعتي كلها بالكامل، واخد بالك ايه؟ فانت ما لكش علاقه، انت لو انت هتشتغل كشغل استثمار وشغل تجاره، انا عرضت ان انا اشتري حصه تذاكر النادي الاهلي، ما خدناهاش تمام، ما خدتهاش ولحد اللحظه دي ما خدتهاش، واخد بال حضرتك؟ انا لسه كنت برضه مع جمال بيه علام وقلت له نفس الكلام، قلت له يا فندم الكلام ده لازم الاتحاد المصري كان يبقى فيه موقف، نعم الكلام ده كان لازم يبقى واضح، انما ده ما ينفعش يبقى الكلام ده كده. ان النادي الاهلي طلبت تدخل الاتحاد المصري لكره القدم مع الاتحاد الافريقي، وما في يعني بنتكلم بنتكلم بمنطق ايه؟ طب تعالوا نروح دلوقتي للاتحاد، في حاجه اسمها كده؟ انا النادي الاهلي ما يعملش كده، النادي الاهلي سوري ما يعملش كده، نعم انا النادي الاهلي ليه مندوبين وفي اجتماعات وفي حاجات رسميه بتتعمل، مش قضيه ان انا اروح لحد هناك عشان اخد تذاكري ولا ما اخدش تذاكري والكلام دوت. اللهم انا اللي بعت كل ده مخالف، كل ده مخالف للاجراءات واللوائح والقوانين اللي حضرتك بتتكلم فيه؟ طبعا واحنا لازلنا حاسين ان بكره هيحصل تعنت تاني في قصه البنرات بتاعتنا ان هتدخل، لان كل ده عمال يتاجل من يوم ليوم. في برضه مشكله احنا قاريينها وشايفينها، ان واخد بالك هتيجي يقول لك ايه؟ طب انا مش هديك التذاكر، طب انت مش عايز تديني التذاكر ليه؟ ما هو انت لو مش عايز تديني التذاكر يبقى انت يا اما متخوف ان انا اجيب جمهوري يا اما انت هتبيعها. يبقى لو هتبيعها يبقى انت كده معنى كده ان المكان المخصص لجمهوري انت هتحاول تستخدمه، نعم، وهتحاول تستعمله. نعم كابتن احمد ابو مسلم، كابتن احمد ابو مسلم مع حضرتك عمرو بيه، اتفضل. اتفضل يا فندم عمرو بيه، ازي حضرتك؟ اتفضل. انا بس كنت بسال حضرتك يعني دلوقتي يعني فيما يثبت يعني في حاجه موثقه النادي الاهلي عاملها تضمن حقوق النادي الاهلي بعد كده؟ طبعا ده لازم نتكلم طبعاً. كل حاجه لازم تبقى موثقه عشان لما نيجي نعترض. احنا بعتنا جواب رسمي من ساعتين يا كابتن، بعتنا جواب رسمي من ساعتين في تسجيل كل ملاحظات النادي الاهلي، ده جواب كمان بيترفق بالجواب الاولاني اللي اتبعت يوم 24 اللي فات. يعني احنا باعتين النهارده كمان جواب رسمي بنثبت كل ده. احنا جينا على الوضع اللي طبعا طبعا يا فندم النادي الاهلي خاطب الاتحاد الافريقي رسمي قال له الملاحظات دي، انا كنت في اجتماع النهارده وحصل كذا، انا كنت في اجتماع اول امبارح وحصل كذا، وتوعدت بان التذاكر تيجي لحد عندي وما جاتش لحد النهارده ده، وبقى 24 ساعه والتذاكر ما جاتليش لحد النهارده. لا اجابه بتجي لكم، مفيش اجابه. مفيش يا فندم، مفيش. شايفين مفيش. والسفاره المصريه الحقيقه الناس باذله مجهود وبتضغط وبتتحرك الحقيقه، وعندها دور اهم كمان وهي تامين الجماهير المصريه في دخول المباراه. كام واحد لحد دلوقتي ممكن يحضروا؟ 2000 ولا اقل؟ احنا لحد دلوقتي ال 2000 تذكره اللي معانا نفذوا. ال 2000 تذكره اللي معانا نفذوا والناس طالبه تذاكر. يعني الناس طالبه تذاكر. نعم. طيب. وبعدين احنا لما سالنا السفاره المصريه هي الجاليه المصريه قد ايه؟ انا اقول 11000 مواطن مصري موجودين اوريدي في المغرب. يعني كمان اقدر ده، ده خلاف ان في طيارات جايه بكره. بيجي 5000 على الاقل لو عندك متاح يعني نصهم يبقى معاك. وبعدين بعدين نفس القصه، انت حضرتك بتعمل البطوله او بتعمل النهائي في المغرب، حضرتك قلت لي انك هتسمح لي انك تدي الفيز موجوده اون ارايفل، يعني اي اللي هيجي هياخد فيزته، بس بس رحت قافلها على الشركات اللي انا متعامل معاها كنادي اهلي. تمام. طب اللي جاي بقى من دول عربيه، طب اللي جاي من اوروبا ياخد فيزو ازاي؟ المفروض كان يتسمح انه ياخد اون ارايفل بنفس المنطق. ما انت سمحت للمصريين سمح اللي يجوا، بس اللي جاي من القاهره طبعا من القاهره بس وفي جداول معينه. فده كلام يعني معناه واضح جدا ان انت برضو ادام انت انا مش طبيعي. حضرتك بتقول حاجات ما بتحصلش. طبعا يا فندم ده ما بيحصلش في اي حته في العالم. حضرتك اتفرج على الماتش امبارح بتاع بقول لك بتاع ليفربول بتاع ريال مدريد، الناس كلها جايه من كل حته والناس كلها بتدخل والناس كلها بتتحرك والكلام ده كله. المفروض ان انا يبقى بنفس المعامله، اي حد جاي لي من دوله عربيه، اي حد جاي لي من فرنسا، جاي لي من هولندا، جاي لي من هنا، ياخد الفيزا بتاعته، لان هو بياخدها لمده 48 ساعه او لمده 3 ايام اللي هو وقت الماتش، وبيحدد هو مقيم فين كمان والكلام ده كله. طيب دلوقتي حضرتك اثرت عمرو بيه نقطه مهمه خاصه بالجمهور اللي موجود اللي جاي يشجع النادي الاهلي، مخاوف من دخوله المدرجات بكره. عندكم مخاوف؟ مخاوف مش من دخوله، مخاوف من انه حضرتك الناس تضايقه وهو داخل احتكاك. وان الناس تحجمه وان الناس طبعا، وهذا فيه لود عليهم امر طبيعي، فلازم هم الناس يبقى الامور واضحه. تاني حاجه المكان المخصص للنادي الاهلي ما ينفعش حد يدخل فيه. سواء بقى انا موجود بجمهوري سواء انا مش موجود بجمهوري، هذا المكان مخصص لجمهور النادي الاهلي، ده حمايه للجماهير اللي موجود.
ان ما ينفعش حد يدخل هذه المساحه. ليس لديكم ضمانه حتى الان بهذا الامر انه ممكن يختلط جمهور مصر مع المغربي؟ طبعا مع بعض. طبعا انا ما عنديش ضمانه، الكلام ده اتثبت في الاجتماع النهارده، بس اللي بيتثبت ما بيتعملش. فانا تخوفاتي ان اللي بيتثبت ما بيتعملش. نعم. هل طلبتوا تامين زياده؟ تامين اضافي؟ طبعا كلمنا، ما اقول لحضرتك نصبنا مع معالي السفير، وطبعا الراجل عشان مش عايز احمله اكتر من الراجل. نعم. باذل مجهود كبير جدا. نعم. عشان برضه اكون واضح، الراجل باذل مجهود كبير جدا 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 جدا. ولكن القصه كمان لي ايه؟ ان الاتحاد الافريقي يقول لك جمله ويتفق معاك على حاجه، يقول لك بعد ساعتين الحاجه هتكون عندك، مفيش. بعد الساعه 2 هتكون النهارده، كان متقال ان التذاكر بقيه التذاكر هتيجي الساعه 2 النهارده في فندق الاقامه، مفيش. هل حصل مع الاهلي في اي نهائيات كده الاجراءات دي والتعاسف ده؟ مفيش خالص. هدي حضرتك حاجه كده غريبه جدا انت مش هتتخيلها. تخيل المفروض ان انا باجي بعثه البعثه الاعلاميه بتاعتي معايا 9 اعلاميين. نعم. مفيش ايديهات بتطلع لهم لبكره. المفروض الفاينل بيطلع لي ايديهات الميديا بتاعتي، وبيطلع لي ايديهات مجلس اداره. انا ما عنديش مجلس اداره طلع له ايديهات يحضر الماتش. انا مبعوت لي دعوات فقط لا غير، يعني بتعاملني كانه زي اي ضيف، ده ما ينفعش. دي بعثه رسميه. انا حضرت، انا لسه جاي، كنت رئيس البعثه في الجزائر حضرتك، مباراه سيمي فاينل، انا طالع لي الاي دي بتاعي كرئيس بعثه، وطالع لي كل الناس المرافقين الايديهات بتاعتهم، لان بتعامل معامله البعثه كامله. هل ليكم اماكن مخصصه ولا مش هتلاقوا اماكنكم بكره؟ طبعا. ما هو بص، كل ما ممكن انت تتخيله ممكن يبقى وارد بكره. ورغم ده عشان بس يبقى الكلام واضح. واحنا ليه طالعين بنتكلم النهارده؟ عشان بس يبقى احنا فاصلين ده عن فرقتنا، عشان بس ما حدش يبقى ياخدنا في حته ثانيه. الجهاز الفني والشغل الفني مختلف. احنا مفصولين يا فندم تماما، مفصولين تماما عن كل ما يدار. النهارده كان في اجتماع مجلس اداره اوريدي تم عمله هنا في كازابلانكا. لان العدد اللي موجود عدد يقدر انه يكتمل نصاب الاجتماع. طيب الروح المعنوية للفريق، الجهاز الفني والاستعدادات والتدريب عالية جدا. وتركيز لعيبة النادي الأهلي عالية جدا، ووعد لجماهير النادي الأهلي إن شاء الله إن أحيانا مولى ربنا يجيب الخير. وإحنا ما بنش حاطينهم تحت ضغط، إحنا كل اللي بنطلبه منهم حاجة واحدة بس، لعيبة رجالة، ناس تعمل اللي عليها وزيادة، وناس تبذل أقصى ما في وسعها، والتوفيق ده بتاع ربنا إن شاء الله بإذن الله. ترجعوا لنا بالبطولة تبقى أجمل بطولة وأغلى بطولة إن شاء الله بإذن الله يا رب العالمين. تحياتي للكابتن خطيب وأعضاء مجلس الإدارة وكل الرجالة كلهم الموجودين عند حضرتك. أشكرك. والجمهور العظيم اللي هيبقى موجود بكرة إن شاء الله أهلي. على فكرة عايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما أقفل، الجمهور الأهلي اللي موجود هنا حاجة مشرفة، حاجة مبدعة، حاجة عظيمة، مش قسما بالله ما قادر أقول لك، حاجة فوق الخيال. شايفين أهو هتافات الأهلي. الناس واقفة بتشجع وبتقول للعيبة إزاي بتحسها. لا حاجة، جمهور الأهلي ده حاجة، حالة خاصة، حالة تدرس. هو الاهلي، جمهور الاهلي ده حاجه تانية. هو الاهلي بالظبط. ال11 يا عمرو بيه ان شاء الله. ان شاء الله بمشيئه الله، ان شاء الله بمشيئه الله. شرفتنا وبشكرك شكرا جزيلا. اشكرك. اطلع فاصل اخير ونرجع معلق.